شخصية برزت في لبنان في منتصف القرن الماضي. الإمام موسى الصدر ذو الأصول اللبنانية ولد في إيران في الرابع من حزيران عام 1928 في محلة إشكعالي في مدينة قم المقدسة. انتقل أجداده العلماء من لبنان إلى العراق ماكثين فيه، إلى أن انتقل والده المرجع الديني السيد صدر الدين الصدر إلى إيران، والذي عرف بعلمه وزهده حيث تسلم عمادة الجامعة الدينية في قم المقدسة. بدأ الصدر علومه الدينية متوازية مع علومه الأكاديمية حتى دخل جامعة طهران، فكان أول طالب علوم دينية يكمل دراسته الجامعية آنذاك حائزا على إجازة في العلوم الاقتصادية. عرف الصدر بعلمه وبورعه وبذكائه وتفوقه في دراسته، كان متابعا للسياسة على خلاف علماء الدين آنذاك، ومتابعا للأمور الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية في البلاد. انتقل إلى النجف لمتابعة علومه الدينية، حيث كان متميزا بحواراته ونقاشاته الدينية والاقتصادية والاجتماعية بين العلماء. لبنان بلد الحريات والديمقراطية والمتنفس السياسي للعديد من المثقفين فيه، والمستقطب السياحي الأهم والأبرز في المنطقة، الذي طالما تغنى اللبنانيون بجماله وانفتاحه. إلا أن لهذا البلد وجه آخر مخالف لظاهره، أخفاه النظام الإقطاعي والسياسي، حيث عم الحرمان والفقر العديد من المناطق اللبنانية مستعبدا هذه الفئات الضعيفة. وفي عام 1959 وبعد وفاة السيد عبد الحسين شرف الدين إمام الطائفة الشيعية في لبنان آنذاك، وبناء على رغبته جاء موسى الصدر إلى لبنان تاركا علومه في النجف ليستقر في مدينة صور العاملية، مفضلا النزول بين الناس ومساعدتهم، مفاجئا الطبقة السياسية والإقطاعية بكاريزمته المؤثرة، مظهرا لهم نموذجا جديدا لعالم دين انغمر في العمل السياسي والاجتماعي قاصدا الإصلاح فيهما، مدخلا مصطلحا جديدا في قاموس السياسة اللبنانية، المحرومين، فكان إمام المحرومين. أول ما بدأت في سعي لخدمة الناس ما كنت أنطلق من مصدر طائفي. أتذكر أنه أول ما بدأت في صور من نشاطاتي الدينية كانت علاقاتي جيدة مع الطوائف الأخرى، وكنت أسعى لخدمة الفقير المسيحي في صور كما كنت أعمل لخدمة الفقير المسلم بعيد عن الطائفية. إنما بالنسبة لعمل المحرومين، لأن أكثرية المحرومين من الطائفة الشيعية، بالتالي الحركة تأخذ حجما شيعيا في الشكل، لكن في الواقع حركة هي حركة وطنية وحركة إنسانية. قصد مساعدة الناس وتلبية حاجاتهم قبل أن يقصدوه، فكان يحل قضاياهم وعقدهم ببضع جلسات بعد أن كانت تستغرق سنين في المحاكم، ويعمد لمصالحتهم وإرضائهم. تميز بمحاضراته العلمية والسياسية والدينية التي لم تحصر في المساجد، بل شملت المعاهد والمدارس والجامعات وحتى الكنائس. فمع موسى الصدر أصبح من المألوف تنقل خطيب أو محاضر بين الكنيسة والمسجد في مشهد لم تألفه السياسة اللبنانية من قبل.
من مدينة صور بدأ موسى الصدر مشروعه الإصلاحي ومواجهة الحرمان متبعا أسلوبا جديدا وفريدا، وفي ظل ندرة الإمكانيات بدأ بالتحرك. حارب ظاهرة التسول والتي كانت متفشية خاصة في سوق صور عامدا لإنشاء مشروع دعم يتضمن برامج صحية واجتماعية وإنشاء صندوق الصدقة، حتى اختفت هذه الظاهرة نهائيا في مدينة صور وضواحيها. كان للمرأة حيزا كبيرا من اهتمامات الصدر، فقبله كانت مهمشة تبعا لعادات وتقاليد قديمة ورجعية. عمل على تفعيل دورها من خلال تأسيس بيت الفتاة ومعهد التمريض، بالإضافة إلى مؤسسة حياكة السجاد التي استهوت الفتيات الجنوبيات وساعدت في تنمية قدراتهم. وفي جانب آخر، وبعد أن كانت غالبية المنطقة الجنوبية من الأميين، استحدث دورات لمحو الأمية، كما أنشأ مؤسسة جبل عامل المهنية التي أحدثت نقلة نوعية للجنوبيين في غضون 12 سنة. وفي أحدى زواريب صور القديمة قصة ملفتة ومؤثرة جدا. إنه العم أنطيبة المسيحي الذي كان يسكن بين المسلمين، التجأ يوما إلى الإمام قاصدا حلا لمشكلته. عندي معمل بوزة من 50 سنة، حصة أجا واحد ينافسني من إخواننا الشيعة يعني بالتجارة بالصناعة، ما قدر لي، كنت أنا أقدر منه يعني، بلش علي بالطائفية، يا عمي أود، يا عمي أود، يا عمي أود، ما كان يسمع لك النجد، قلت أنا ناسي إنه الله يجيبه بالسلامة سيد موسى، راجعه الله يجيبه بالسلامة، راجعنا السيد قلنا له مولانا القصة هيك، قال قلت له إذا كان الإسلام ثبت بالعدل، قال مضبوط يا حبيبي، قلت له بعدين شو بدي أسوي؟ طيب أنا عندي عيال وبدي أشتغل، تجاريا ما بيقدر لي، صناعيا ما بيقدر لي، استعمل طائفية، صار الناس صار يبناني قطعني، قال طيب بسيطة العملية، قوم لك أنت هلا روح المحل اللي عندك انت، وانا بس امره بجيب باكل عند ابوظة، وهو انا بدي اصور لسانه، وهي كانت بس من بعد سكت ولا كلمة، والناس شافته عندي الله يجيبه بالسلامة ياكل بوظة، ونحن دايما بغيابه سطلنا ايتام، ايتام بغيابه. فارق جوزيف سليم أنطيب الحياة لاهفا ومشتاقا لرؤية الإمام، قائلا ليتني أرى السيد موسى مرة أخرى. من هذه القصة نرى أن اهتمام الإمام الصدر لم يشمل فقط الطائفة الشيعية، بل كان تحركه وعمله على صعيد الوطن. كان الإمام كما كان يقول البعض أنه لا يمكن معرفة انتمائه الديني إلا من خلال علمته وجبته. اعتمد الأسلوب الجامع لكل فئات وطوائف الوطن، قابل الكثير من علماء الطوائف الأخرى، كان أبرزهم المطران غريغوار حداد الذي شارك معه في الحركة الاجتماعية التي كان يرأسها. فالإمام الصدر كان حريصا على التقارب الإسلامي المسيحي، معتبرا لبنان بلد العيش المشترك، فهو صاحب القول الشهير: التعايش الإسلامي المسيحي ثروة يجب التمسك بها. عمل الإمام الصدر مرارا وتكرارا على إنشاء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لحفظ حقوق الطائفة الشيعية وتنظيم شؤونها الدينية، حيث نجح في العام 1967 بعد إقرار مجلس النواب تأسيس المجلس. واللافت في الأمر أن الصدر أسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في منطقة الحازمية ذات الطابع المسيحي. وأن أعلن
اليوم أننا نمد يدنا ونفتح قلبنا ونحاول بجميع إمكاناتنا وبكل إخلاص أن نتعاون في سبيل خدمة الإسلام، ونرجو أن يكون هذا الموقف واضحا لا يشك فيه أن الوصول إلى مهمة التوحيد بين المذاهب الإسلامية بحاجة ملحة إلى التقريب وإلى التفاهم وإلى الحوار، والحوار لا يمكن إلا بين الممثلين الحقيقيين، والتنظيم يوفر هذا التمثيل الحقيقي. هذا المشروع حسب ما أفهم هو حدث كبير في تاريخ الطائفة الإسلامية الشيعية بصورة خاصة وفي تاريخ لبنان بصورة عامة. استمر الإمام الصدري بمشروعه الإصلاحي طارحا العديد من المطالب على الدولة والفئات السياسية، فغالبا ما كان يواجه باللامبالاة، مما استدعاه لرفع حدة المطالبة واعتماد أسلوب الضغط الشعبي، والذي ظهر جليا في الاحتفالين الحاشدين في مدينتي صور وبعلبك، حيث أطلق القسم الشهير. في ظل الأوضاع السياسية المضطربة آنذاك والخطر الإسرائيلي المحدق بلبنان، كان لابد للصدر من مقاومة هذا الخطر والتصدي له، فعمل على تدريب عدد من الشباب اللبنانيين بمساعدة الدكتور مصطفى شمران لامتلاكه خبرة واسعة في الأمور العسكرية، فكانت تلك المقاومة الشعبية التي سماها بأفواج المقاومة اللبنانية أمل. إنها الحرب المجنونة التي قدم لبنان على مذبحها آلاف الضحايا، فيها كان يقتل المسيحي لأنه مسيحي والمسلم لأنه مسلم. حرب قادها أمراء الطوائف، كل الطوائف، كل طرف لأهدافه ومصالحه الشخصية والطائفية. وقف الصدر بوجه هذه الحرب العمياء ساعيا لإيقافها أكثر من مرة، متحاورا مع جميع أطرافها، لكن مصالح تلك الفئات كانت الغالبة، مما ساعد في زيادة حدة الحرب. فلم يكن الإمام الصدري إلا أن يلجأ للاعتصام بهدف إيقاف الحرب، فكان اعتصامه الأول في مسجد الصفا لوقف الاقتتال في دير الأحمر، والثاني في مسجد العاملية الذي أثر على أغلب أعيان الوطن، مما دفعهم لتشكيل وفود وزيارته والوقوف بجانبه حتى هدأت الأوضاع أخيرا. والسلام هذا لقاء تاريخي محتوم بين المسيحيين والمسلمين، لأن اللقاء كان تاريخيا محتوما بين الإسلام والمسيحية، سيما عندما تظهر الصهيونية في الأفق لكي تلعب بتراث المسيحية والإسلام معا، وبتاريخهما وحضارتهما وثقافتهما وقيمهما مرة أخرى. مرت الصراعات الداخلية في لبنان تحت تأثير الخارج، فقام الإمام الصدري بزيارة العديد من الدول لمناقشة الأوضاع في لبنان والسعي إلى حلول. إلى أن كانت زيارته مصحوبا بالشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين في 25 آب عام 1978 إلى ليبيا لمقابلة رئيسها معمر القذافي، ومن ذلك الحين لم يسمع خبر عن الصدري وعن رفيقيه، فإنه مغيب حتى الآن.